عدو لدود أمامنا الإنقلابيون الحوثيون وقوات المخلوع صالح. أمامنا عدو يريد أن يحتل البلاد بالقوة. أمامنا استعمار جديد مدفوع من الخارج ومنفذ بأيادي يمنية. الميليشيات الحوثية وقوات صالح ينفذون مخطط فارسي للاستيلاء على اليمن، وهذا المخطط لا ينحصر على الجمهورية اليمنية وبس، ولكنه يتمدد إلى أبعد من ذلك، وكلنا نعرف هذا الكلام، وكل الشعب اليمني صغير وكبير قد وصلت إليه هذه الخطة وقد تأكد منها. خطتهم هي استعمار اليمن واستعمار المنطقة. هذه الخطة لن تتحقق على الإطلاق ما دام الشعب اليمني وشعوب المنطقة أحياء موجودين. الشعب اليمني قدم التضحيات الكبيرة في كل محافظات الجمهورية، قدم قافلة من الشهداء في سبيل تحرير المناطق التي تم احتلالها، وسنقدم الكثير حتى نكمل تحرير باقي المناطق. وأقول لكم أنه لو توفرت الإمكانيات لحسمت الأمور قبل هذا الوقت بكثير. هذا الكلام كلنا نعرفه، أنه لو توفرت الإمكانيات الضرورية، لا نقول الإمكانيات الكاملة ولكن الضرورية، لكان قد انتهينا من هذه المشكلة نهائيا، كان قد وصلنا إلى صنعاء وإلى الصعدة. والآن الفرصة مهيئة أمامنا، حاليا يتم التحضير، وإن شاء الله أن يتم تجهيز الوحدات. الوحدات معانا مليان المعسكرات، كلكم تعرفوا هذه الوحدات تتجهز تتهيأ، وإن شاء الله أن يكون النصر بأيديهم جميعا وبأيدينا نحن وأنتم وهم جميعا، أن نصل إلى صنعاء وأن نطهر تعز وأن نطهر باقي المحافظات التي لا زالوا متواجدين فيها. كل الشعب اليمني عسكريين ومدنيين قدموا التضحيات الكبيرة. بدأت المواجهة بالمقاومة الشعبية، وبدأت المواجهة بعد إعلان عاصفة الحزم مباشرة. عاصفة الحزم هي كانت نقطة التحول بأمانة، نقولها كلنا نحن القيادات اليمنية نؤكد هذا الكلام، أنه إعلان عاصفة الحزم كان نقطة التحول. قبل إعلان عاصفة الحزم كان الكثير يائسين، كان الكثير شاعرين بأنه لا تستطيع أي قوة أن توقف في وجه الزحف الحوثي وقوات علي عبد الله. ولكن عندما بدأت عاصفة الحزم بدأ الأمل يعود إلى نفوس اليمنيين مسؤولين ومرؤوسين، وبدأت تتشكل المقاومة، وبعد تشكيل المقاومة بدأت تتشكل القوات المسلحة. خرجنا نحن ورئيس الأركان من السعودية إلى العبر وبدأنا نشكل وحدات هناك. وقبلنا هنا واجهوا الكثير وصمدوا في هذا المكان الأخوة قائد المنطقة الموجود على يساري، والأخ محافظ المحافظة ومن معهم من الأبطال الشجعان من مقاومة، مش بس من مقاومة مأرب، ولكن نقول من المقاومة المشكلة من مختلف محافظات الجمهورية.